الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معالي سيد وزير الأوقاف ورئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأستاذ والدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله وسدد خطاه، أصحاب الفضيلة، علماء المسلمين من كل بقاع الأرض، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوف مصر الكنانة، ضيوف المؤتمر العام 31 حول حوار الأديان والثقافات تحت رعاية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية سلمه الله ويسدد خطاه. فيشرفني أخوكم الهادي موسى سالم النقشبندي شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا ورئيس مجلس الأمن بين الأديان بتنزانيا، أن أكون أمامكم كنائبا عن مفتي الجمهورية تنزانيا ورئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شيخنا الحبيب أبو بكر بن زبير بن علي سلمه الله. فإن مشاركتنا في هذا المؤتمر الأول من نوعه دليل محبتنا ووحدتنا كمسلمي العالم الإسلامي ووحدتنا كدول حوض النيل. فإن مصر وتنزانيا عندنا علاقة وطيدة كدول حوض النيل، فنشكركم شكرا جزيلا. هذا وإن موضوع حوار الأديان والثقافات لهو موضوع واسع، فيعتبر الحوار في الإسلام من المبادئ الأساسية في الدعوة إلى الله تعالى. والقرآن الكريم يعتبر الحوار أسلوبا يجب أن يتعامل به المسلم مع كل من يخالفه في الرأي والاعتقاد. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الناس مختلفين في النظر والفهم والتفكير. يقول الفخر الرازي رحمة الله عليه: والمراد الاختلاف الناس في الأديان والأخلاق والأفعال، وهو ما يؤكده قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقد جاء الإسلام ليعطي الحرية لجميع الناس في اعتناق الإسلام، فلا إجبار لأحد على الدخول فيه، وهذا واضح في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبخلاصة كلامنا، لا بد لكل واحد منا أن يعتبر أن مبدأ الحوار في الإسلام يحتاج إلى الأدب واللين والبصيرة والفهم الصحيح والصبر والملاطفة. فالحوار يحتل مكانة بارزة أساسها التوجيهات القرآنية والسنة النبوية. نرى في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى حين خاطبه نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فقال نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: إن كنت قلته فقد علمت. لم يقل لا، ولكن قال بأسلوب أدب لربه سبحانه وتعالى: إن كنت قلته فقد علمت. وكذلك نرى حين سبحانه وتعالى أرسل رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وهارون أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، فقال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
ولكن نرى في القرآن أيضا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن البصيرة والفهم الصحيح من أهم الأشياء في الحوار. الأصحاب اختلفوا والعلماء اختلفوا وعاشوا في الحوار. وقال العلماء الفقه حول اختلاف العلماء: اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وأختم كلمتي بأن أشكر وزارة الأوقاف المصرية لأن هذا المؤتمر يأتي تتويجا لجهود الوزراء المتواصلة والمستمرة في مكافحة الأفكار المتطرفة والتعصب. نشكر معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة على الجهود الرائع الذي يقوم به الوزير إلى ترسيخ مبدأ الحوار أساسا مشتركا للناس جميعا. ونشكر مصر دولة وقيادة وشعبا تحت قائد محترم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه. وشكرا لحسن استماعكم، أخوكم شيخ الهادي موسى سالم. وأخيرا أرحبكم إلى بلدكم الثاني، وخاصة معالي الوزير إلى بلده الثاني وهو الدار السلام بتنزانيا. والله يدعو إلى دار السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.